الله يسعدك ويسعدك استاذ. طب وانت تقولي ايه بقى احلام لاستاذنا الكبير؟ والله هو صوته انا اعتبره خليط كل الالات الحلوه الجميله. حقيقه صوت الاستاذ محمد عبده اوركسترا كامله متكامله عن جد من الالات. والله مش عشان هو على الخط، هو يعرف غلطه عندي كلنا، بس يعني شهادتي فيه مجروحه. يعني تعليق على موضوع ال ايوه الشباب، هي تعليق شويه على موضوع الاصوات الجديده والاتهام اللي بيراهقها بالعروض. اتفضل. اعتقد انه مبالغ فيه شويه. أيوة. لانه اكيد اي فنان جديد بيبقى حاطط امام نفسه، يعني حكايه انه تواضع للناس وامام الجمهور يبقى متواضع لهم ويعرف انه الغرور مقبره الفنان. صحيح. فلذلك يعني مبالغ في القول بانهم مغرورين الى حد. يمكن في فتره زمنيه من الفترات يبقى الواحد معتد شويه بنفسه، ولكن هذا ما بيبقاش يعني اسمه غرور بقدر ما هو اعتداد بالنفس يعني. بس انت طول عمرك متواضع وشديد التواضع، وانا اعرف كل القمم العربيه بيتميزوا فعلا بان هم عندهم نوع من الخجل ومن التواضع وبيتعاملوا مع الناس. يعني انا كنت بتكلم بحضر وبذاكر طبعا، بعمل دلوقتي رساله في محمد عبده عشان منتظره لقاء الاستاذ محمد. فكل اللي اراه عنك انه شديد التواضع في حياته العاديه مع الناس، ده حقيقي. الله يعيني على فكره، يعني حتى نحن ما سلمنا من الاتهامات هذه. يعني احنا اول ما بدانا برضو كده يعني رافقتنا تهمه الغرور. لا، ولكن يجب يكون عند الفنان خصوصا الفنان الناجح يكون عنده حصانه ضد الاتهامات هذه. استاذ محمد، انت عارف انه انا حتى على رنه التليفون بتاعتي الاماكن، يعني بعترف لك على العالم كله ان رنه التليفون بتاعتي هي محمد عبده. عجبتك الاماكن كلها محتاجه ليك يا هلا. خليه الله الله الله. ما ينفعش كلمه كده وخلاص بقى، يعني بتوجع لي قلبي. نكمل حاجه كده. ما عشان انا بستعد لك عشان عشان البرنامج ده. انا اللي بستعد يا استاذ. بس قولي بقى، احلام مغروره فعلا؟ عشان انا كل الناس يقولوا احلام، انا مش شايفاها مغروره، بس كل الناس يقولوا مغروره مغروره. لا احلام، ايوه ادينا اكتر ادينا اكتر. عندها في عندها حته الصراحه والجراه، هي واخده بوز الغرور. بتخلي الناس عندها حته الجراه ايوه والصراحه المتناهيه، بحيث انه الناس يفتكروا انه ده غرور. عجبتني قوي الصراحة المتنامية دي يا أستاذ محمد. شفت الصراحة المتنامية والجرأة، بس المتناهية يعني في قمة الصراحة والجرأة. فلذلك يعني ده يعني مع يعني بيختلط على الناس أحيانا إنه ده غرور هو ولا أيوه ولا اعتداد يعني. أصلا أنا اصلا انا يحق لي اغتر. يحق لك تغتري؟ يعني انا عمري ما سمعت الفنان الكبير محمد عبده يكلم حد في التليفون. يا سلام يا سلام، وانا كمان والله العظيم معاكي. شايف؟ ذكية ذكية. اغتر ولا لا يا ابو نورة؟ لازم تغتر. لازم تغتر. وبعدين من متى ما سويت لك اكل؟ من متى؟ انا عارفه ان انت مره كانت هتفوتك الطياره. كانت اليومين تيجي وحشني اكلك. انت على وقت السحور. على وقت السحور. الله يسعدك. الا ما لازم تجي تتسحر عندي عاد. وما ان شاء الله ان شاء الله. عايزه اسالك، انت مره كنت بتاكل عندها كبسه وكان هتفوتك الطياره من كتر حلاوه الطبيخ بتاعها؟ وقول لهم في كم دقيقة. وخدتني على المطار في دقيقتين اللي كنا ناخذ فيها. والله خدتك في دقيقتين. والله ونص ساعة، نص ساعة الطريق يمكن 45 دقيقة. وباقي نص ساعة طيارته.
في دقيقتين. قال لي احنا وصلنا. قلت له وصلنا تفضل. سوقتي بسرعة؟ اه اصلا بسوق يعني من قبل ال 200 ما بسوقش في الشارع. يعني من بعد ال 200 رقابة رقابة رقابة. هقص الكلام ده احنا على الهوا. لا وهي الأقل من 200 خلاص وتوبت. إنسان؟ أقول لك هي المرة دي وتوبت. شوفت. تبت تاكل عندي ولا تبت تسوق فيك؟ لا لا تبت تركب معاها في العربية. بس انا عرفت انها هي الوحيد اللي بتطبخ له بايدها لما يجي عندها في البيت الاستاذ محمد عبد. مش ده حقيقي؟ طبعا. شفت انا جايبه معلومات من جوه البيت عندكم. طبعا. استاذنا الكبير. لا هي ما شاء الله هي ما شاء الله من بيت كريم جدا وامها تطبخ احسن منها. اه شكرا شكرا. استاذ محمد احنا في انتظارك وفي احر الشوق اليك، وان شاء الله هنلتقيك في قناه 7 نجوم فعلا، وهيكون ليله من ايام العمر. وشكرا لوقتك الجميل، وانت بوظت لنا نشره الاخبار، بس اعتقد ان دي اجدع نشره اخبار على واحسن نشره اخبار قدمناها من يوم ما ابتدينا البرنامج. استاذ محمد عبده. استاذنا العظيم محمد عبد. شكرا يا استاذ محمد. قال شكرا على اتصالك. شكرا يا حبيبي. العفو حبايبي. شكرا شكرا يا عيوني. الله يبارك فيك. انا فرحانه قوي انه كلمني. انا طايره اصلي دلوقتي مساعده على الكرسي على فكره يا جمهور. انا مساعده على الكرسي دلوقتي طايره. طايره احنا طايرين من السعاده. وبما انك طايره من السعاده يعني احنا بتهيأ لنا يعني لازم تغني لنا حاجه من السعاده من احساسك بالسعاده مع الاستاذ محمد. كلمنا كده. والله يلا قلبي بيرجع. قلبك بيرجف. تعالي نقعد هناك ونغني وبعدين نتكلم. طيب. يلا يلا بينا. الى هنا تنتهي نشره الاخبار الجامده جدا جدا.